بدا يخدم في ريستورون غادي في بلادهم في تستور، وانا شديت خدمه في الكتروميناجي. اي قلنا انا نعاونوا وبدينا باش نبداو نحضروا، وقررنا باش نعرسوا في 2014. في قبل رمضان بيامات صار براكاج في الالكتروميناجي اللي نخدم فيه. اي سرقت له حكايه 5 ملايين. اي مشاش كيبيا قال راه تهزت لي 61 مليون. شكون هذا اللي شكيك مولا الواحد؟ مولا المول. احنا ما في بالناش، كي قرب العرس بدينا نحضروا في العرس. جاو توقفنا هزينا في البريود هذيك، احنا ساعه قبلها وقت اللي نحضروا في العرس مشينا دفعنا العربون نتاع الصاله، فهمنا على الصاله قريبه بحذينا مش نعملها. بعد احنا مشينا دفعنا له العربون، وهو طلب موجود طلبني قال لي صبري راهي الصاله تحرقت. الصاله تحرقت؟ اه مش نعمل فيها عرسنا. باهي قلنا ما يسالش. تسمعوا يا ناس. قلنا ما يسالش اذا كاش كتب ربي. شنو هي الحكايه هذه صبري؟ نحس في دوخه انا تو. دقيق. شنو هي اللي عندي دوخه راه. يودي عليك يا صبري. شد لي روحك سي عبد الرزاق، مازال انا مازالش باش نشد روحي. لا بالحق راني دايخ قسما بالله، نحس في دوخه. هبطولي يا جماعه عندي ما نقول لك. هاي يا صبري هاي بالرسمي عندي دوخه راه، ونعطيكم الصحيح. يا ربي قدر الخير. الحق دايخ. هاي صبري كمل. قررنا قلت لك هزينا الزهيز قبل بجمعتين، احنا نهار هزينا الزهيز بعدها بنهارين جاوا وقفونا. اي وقفت شديت بالخميس. شدوك؟ بالخميس، وانا كاتبين صديقي بالسبت وقتها. شديت نهار الخميس. الغلبه فيش اللي من الحاجه اللي ما فهمتهاش حتى لتوا، عبد الله تشد معايا. عبد الله جابوه زاد وتشد معايا. وتشدينا جمعه مع بعضنا في بوشوشه. اي تهم شني؟ بالنسبه لي انا خيات مؤتمن. هي. بالنسبة لي هو ما نعرفش الطول. شركة اشتراك ربما انه حرضك. تعدينا جمعة هذيك خرجنا عدم سماع دعوة، لاباس الحمد لله. ها خبر يفرح. خرجنا لاباس خبر يفرح. اما زلت عندي دوخة.